في اختبار التوكسايد استنى يعني يبدا من زيرو المكنه يبدا تتصاعد لان اي حاجه لا تحصل في الجسم تمام. الحاجه اللي بتديني قياده الحمل اللي هي المكنه. طب نتيجه ان انا بزود الحمل اكيد بيحصل مشكله في كل فعل رد فعل. انا بصل على العينه دي بقوه تيجي كان قوه شد ضغط العينه دي هترد عليا رياكشن شد يبقى هتصير تستطيل ضغط يبقى تبقى حيانه صح كده؟ تمام. طب اللي بيقيس بقى الحمل في المكنه بريك المكنه. طب اللي بيقيس بقى الطول او المطر اللي حصل في المكنه ده جهاز اللي هو بنسميه سترين جيج او بيسموه الاكستنسومتر او سترين جيج. سترين يعني انفعال. هو في الحقيقه مش بيقيس انفعال هو بيقيس ديفورميشن يعني بيقيس تشكل او بيقيس استطاله لو حامل شكل بيقيس كونتراكشن يعني الطول بيقل يعني الماينس يعني لو هو الحمل ضخم هو بيقيس ايه؟ دلتا بيقيس دلتا يعني بيقيس ديفورميشن او تغير في الخطوط تغير خطوط تمام؟ فهو بيقيس دلتا لما يقيس الدلتا دي على الطول الاصلي يعني العينه كانت مثلا طولها طول 10 سم وبعد كده اصبت مثلا بقوه شد ال 10 سم دي هتبقى 10 سم تبقى 10 مثلا 2 مللي صح؟ لو انا عندي عينه طولها اي طول نقول مثلا ان نوت يعني طول النص الاوريجنال اكس اثرت عليها قوه شد فمتوقع ان ايه؟ نقول ان هي شد من ناحيه واحده طب سجل صوت يبقى ال هنا اسمه ال اي عند لحظه اللحظه اللي هي اي اللي هو بيساوي ال اي بقى يساوي ايه؟ ال نوت زائد دلتا يعني انا عندي هنا في دلتا الدلتا دي بتقيسها اللي هو الاكسبسومتر او السترينج جيج هو اسمه سترينج جيج بس بيقيس ديفورميشن بيقيس استطاله او تغير في شكل الخطوط بنسميه تغير في لو قسمت تغير الخطوط ده على الطول الاصلي يبقى انفعال هو بيقيس انفعال خلي بالك ده بيلاقي وحدات طول وده وحدات طول في السترينج ايه؟ فالتايب اوف سترينج جيج تعريفه هو ديفايس بيقيس التغير في الطول وبالتالي يتحول الى تغير في الانفعال. طيب انواعه بقى في نوع ميكانيكال، ميكانيكال يعني عقارب زي الساعه كده في ساعه انفعال وفي ساعه ديجيتال صح؟ حتى الميكانيكال ده في برضه منه عقارب وفي ميكانيكال ديجيتال يعني ارقام دي رقم ده عباره عن الميكانيكال سترينج جيج هو يبقى شكله كده عامل زي الساعه بالظبط وبيبقى هنا في مسافه ستوك انا كنت هقول لكم بس ممكن حد ينزل في المعمل تحت يجيبه عارفين المعمل الماتيريال مش عارفينه ده موضوع غريب كان مره كده هتنزل كده هو هو واحد على الشمال ايوه تخرج بقى بعد ما تخلص الفيلم كده بره وهيجي في الشمال نعمل ميزانيه نقول بس عاوز سترينج جيج مهندس من سيد صلاح سيد صلاح او محسن العادل اللي هناك كله عايز سترينج جيج اللي هو ساعه هو بيبقى الشكل ده كده زي الساعه وله ضربه كده بار ده ستوك ستوك يعني ده بيتحرك هنا كده كل ما يتحرك ده بيتحرك ده مثلا يقيس 5 سم 2 سم ونص على حسب ده مش ورا اللي بيقيسه يعني اقصى ديفورميشن لسه بيبقى معروف 2 سم ونص 3 سم كده بس جوه هنا تلاقي تدريجين تدريج كبير تدريج صغير يعني اللي انا شايفينه ده يقيس ديفورميشن ل 1 من 100 1 من 100 يمكن 1 من 100 ملي 1% ملي او 1000 ملي يعني مايكرو اي مسافه صغيره يعني 1% من الملي اعتقد انت تاخد الثلاث اللي جوه واللي بره
لفه من اللي جوه بشرطه، سوري لفه من اللي بره بشرطه من اللي جوه. فاهم؟ هنا تلاقي لفه دي كلها تعرف اللي هو كام سم، هنا مثلا ده تقريبا ممكن يكون 4 سم حاجه كده. مفهوم؟ فهو بيقيس دلتا، بيقيس تغير في الطول. ميكانيكال، ميكانيكال يعني مفيش كهرباء، مفيش طيب يعني مفيش مصدر كهرباء، لا حد مش عايز مصدر كهرباء. ولا الكتروني، ولا عايز كمبيوتر، ولا عايز مصدر اي حاجه. مجرد انت تثبته بحاجه، بس الحاجه دي عن المكنه، المكنه شغاله بتشد السيم ده، انا ثبته هنا في مكان، واحط سد في نقطه معينه، اشوف النقطه دي هتحصل لها اكس طاقه قد ايه، بعدين هو ياخد ايه. ده بقى لما استخدمه يبقى انا شغلي كله مانوال. مانوال يعني ايه؟ يعني اخد رايه المكنه واخد المقابل ليها بتاع الداتا، يعني اللود وبعدين داتا، لود انفورميشن، واعمل جدول كده بس بايه؟ بايدي انا اللي بعمله. عند اللود ادي لود وادي ايه؟ داتا. عند الزيرو الطول ادي لود. طيب بي تكبر يعني بي واحد، يبقى في هنا ال واحد، بي اثنين في ال اثنين. ماشي؟ بس هو ممكن يديك الطول او يديك ايه ده؟ ده هنا ده هنا بتيجي الطول هنا دلتا واحد، دلتا ال اثنين، وهكذا. يبقى اللود دي ثلاثه دلتا ال ثلاثه، وهكذا الحال دي فراكشر دلتا ال فراكشر. هو بيجيب انفورميشن وده اللود. اللود اخده من المكنه، من قرايه المكنه، والانفورميشن اخدها من السبلاي كيج، من قرايه السبلاي كيج. ده النوع اللي هو الميكانيكال. النوع الثاني اللي هو بيبقى الكتريكال. الكتريكال يعني عاوز مصدر كهرباء، مصدر كهرباء بيبقى عامل زي الاستعمل كده، زي طبع البوصله. شكله بيبقى كده، يبقى زي كويل، كويل اللي هو ملف بالشكل ده كده، يطلع 60 حول مصدر كهربي بيقيس ريزيستنس اللي هي مقاومه كهربائيه. ده بقى محتاج مصدر كهرباء، لازم يتثبت على العينه، يتثبت على السين ماشي. لو الطول بيزيد هتلاقي الكويل ده بيزيد، الطول بتاعه بيزيد والكورسكشن ليا بتاعه تقل. الكويل ده بيزيد، الطول يزيد، فايدته بقى ان هو بيحول الديفورميشن ديت او التغير في الطول ده يحوله الى مقاومه كهربائيه، وانا اقدر اراها مقاومه كهربائيه. فده مش محتاج ان انت تسجل، ده هو بيسجل اوتوماتيك. هنا انا بنظر بشكل قليل لحد ما، بس يديك ديفورميشن بس. انا لو عندي ده بس وقت على سكيل كبير، وده قوه اف اثر عليه قوه تنشن ماشي، صغير جدا يعني هو قد كده تقعد صباع، عامل زي ما قلت لكم كده البوست، طبع البوست. شنك؟ مش مسؤولين عن الحاجة، ما نعرفش الحاجة. احنا كنا قلنا الميكانيكال عشان زمايلكم. ده بيقيس التغير في الطول، التغير في الطول عن طريق ايه؟ الستروك ده. هتلاقي ده كده ده بار بيحصل له سلايدنج على البار اللي في النص ده، اللي ده بيخش كده يعني ده بيتحرك، بيتحرك ده بيحصل له سلايدنج. فده النقطه دي هي اللي بتبقى حساسه جدا للديفورميشن، بتقرا الديفورميشن. فانت العداد ده بيكبر لي الديفورميشن، يعني واحد مني يبقى هنا تبقى تشوف كويس. انا قلت العداد ده عباره عن عددين هو بعض. ده باين خالص هو بيقيس لواحد من 100 مللي، واقصى حاجه 10 مللي، تقدر تقيس 10 مللي. ماشي؟ وده بيبقى عددين، عداد كبير وعداد صغير. اللفه من العداد الكبير شرطه صغيره، جوه هنا كده في شرط، جوه بين الشرط دي في شرط صغيره. هو بيقيس واحد من 100 من المللي، يعني بيقيس واحد من 10 مايكرو. او 10 مايكرو، 10 شويه. بس ده النوع اللي هو ميكانيكال، ممكن يكون ميكانيكال بالشكل ده، بس الهيد ده فده غير ولا ايه؟ يبقى رقم، يديك رقم على طول. في منهم ديجيتال. المهم ان كل الحاجات ده ميكانيكال، ميكانيكال يعني مش عايز مصدر كهرباء ولا عايز حاجه. باخد منه
منه لقيت انفورميشن عند الحمل الفلاني اقدر اجيب انفورميشن عندي بي 1 اجيب داتا 1 بي 2 داتا 2 واعمل الكيرف ده واعمل ده وبالتالي اعمل الجدول ده وبعد ما اعمل الجدول ده هعمل بروسيسنج عليه ازاي ونعرف ازاي نحل المسائل ماشي ده النوع الاولاني طبعا احنا قلنا الديفورميشن يعني ايه لو انا عندي طول كان ام هو بقصرت عليه بحمل بي فبيحصل الديفورميشن ده فكل ما زود البي كل ما ديتا تتغير عندي في الاول ديتا بزيرو زيرو يعني مفيش لود بعد كده جبنا الديفورميشن تزيد ديتا 1 ديتا 2 ديتا 3 لحد الكسر حد الكسر طب الكسر اتحصل من الحتتين ده احنا بنقول لك جاست قبل الكسر مباشره الطول قبل الكسر مباشره هو ده ديتا ديفراكشن طيب النوع الثاني من الجيج اللي هو الكهرباء كهرباء طب بدون دخول في تفاصيل انا ما يهمنيش المعدل انا يهمني انك انت تفهم ان السترينج جيج ده بيحول التغير في الطول الى تغير في الريزيستنس الطول لما بيزيد والسكشن ثانيه بتقل المقاومه الكهربائيه بتزيد وفي المقابل اقدر اجيب ديفورميشن اديني ديفورميشن تمام فهنا برضو بعمل نفس النقاط بعمل عند كل لود اجيب قرايه الايه؟ الديفورميشن عند كل لود اديني قرايه ديفورميشن مفهوم؟ ده طبعا يعني جسمه بيبقى حساس شويه برضه يعني افضل من الميكانيكال، الميكانيكال محتاج بيبقى فيه فريكشن ده بيحصل فيه سلايدنج يبقى بار جوه بار فممكن يحصل فيه احتكاك، فالاحتكاك ده ياخد من الايه؟ الانفورميشن شويه او بيقاوم الانفورميشن مش سنسيتيف قوي. اللي بعد كده او التطور الطبيعي لهم بعد كده بعد اللي هو الالكتريك سترينج جيج في اللي هو ال في دي تي. طبعا الشكل ده يعني بشكل توضيحي يعني هو الفلوك ستامب بيتحط كده على العجينه تمام انا العجينه شدتها تنشن فورس زياده الطول ده بيتحول الى كورسكشن اريا بتقل وبالتالي يحصل ايه بيزيد الريزيستنس فده بيترجم لي لدلتا هو في جهاز معاه كده يحول الريزيستنس دي لدلتا وبالتالي انا اقدر احصل على البي والدلتا بي والدلتا طب لو حصل كومبريشن فورس يعني الطول بيقل فالدلتا دي تبقى ناقص تقدر ناقص يعني الاريا بتزيد ويحصل ايه ريزيستنس بتقل مفهوم؟ ده اللي هو تنسيل فورس وده ايه؟ مطلوبات كومبريشن النوع الثالث اللي هو ال في دي تي اللي هو اختصار لينير فاريبل لينير فاريبل ديسبيسمنت ترانسديوسر اللي هو ده اللي هو برضه بيبقى الجزء ده يحصل له سلايدنج هنا كده بس هو طبعا النوع ده بيبقى متوصل بواير ده بيحول بقى الانفورميشن الى سيجنال بيحولها الى الكتريكال سيجنال بتوصل مع داتا لوجر داتا لوجر ده ياخد من الكمبيوتر او من المكنه ياخد رياده المكنه وياخد رياده السترينج جيج من عند المكنه تدي لود سترينج جيج اللي هو ده الـ LVDT بيدي انفورميشن تخش مع بعض في الداتا لوجر ده وبعدين تخش على الكمبيوتر يقدر يرسم لك وانت اثناء التحليل بترسم لك اللود انفورميشن او سبيس ترين يعني هو بيعمل لك الموضوع ده حط لك هنا دلتا على محور الاكس والحمل على محور الواي ويسيب لك الايه اللود انفورميشن كده اللي هو بي دلتا كده البي من المكنه والدلتا ديت جايه من الايه ال بي دي بس ده بياخد القرايه الدلتا يحولها الى الكتريكال سيجنال عشان كده بيسموه ترانسديوسر ترانسديوسر اللي هو بيحول نوع من الطاقه لنوع ثاني او ترانسفورمر الطاقه طاقه حركيه حولها الى الكتريكال سيجنال فده اسمه ترانسدوسر زي ما كان بيقولوا جهاز الالتراسونيك يحول الكهرباء الى موجات ضوء صوتيه سونيك ماشي فاي جهاز بيحول شكل الطاقه من شكل الى اخر اسمه ترانسدوسر زي ده بيحول بقى الكائنات كده ماشي طاقه الحركه ديت الى سيجنال ماشي فتتوقع ايه ده يعني احدث حاجه فده بيقيس ديفورميشن قليله جدا بعد اذنك تقول ايه بقى فده عباره عن الكترو ميكانيكال ترانسديوسر ده ممكن يقيس الديفورميشن او الديسبيسمنت عند اي ستراكشر وزي ما قلت لكم بيحول الحركه دي الى ايه؟ الى تيرمينال سيجنال وبيقيس الايه؟ الديسبيسمنت هو بيقيس لواحد مليون من البوصه البوصه عقلها 2 ونص سنتي ده اللي هم الامريكان فممكن يعني بيقول بيقيس واحد مليون من الايه؟ من السنتي في منه بيقيس لحد الستروك بقى اقصى قيمه او اقصى مشوار يقدر يسافره او اقصى ديسبيسمنت يقدر يعملها عن 12 بوصه وفي بعض حاجات تقيس 20 بوصه مفهوم؟
طبعا دي مقارنه بين المميزات والعيوب بتاعت ال في تي. ايه هي المميزات بتاعتها؟ ال في تي دي كل جميع الابحاث الناس اللي شغاله فيها شغاله في ال في تي بيبقى بيطلع نتائج دقيقه، وده الاكيورسي بتاعتها بتبقى عالي لان هاي سنسيتيف لانه حساس جدا. مفيش بقى فيكشن. موضوع الفيكشن ده ملغى. يعني هو حتى لو في شوك او في فايبريشن يقدر يسمع. هو مصمم ان هو يقاوم اي اكسترنال افكت، اي اكسترنال افكت كحركه. ما بيحتاجش باور كتير، ما بيحتاجش كهرباء كتير. والمشوار بتاعه يوصل ل 25 سم. ايوه ان هو سنسيتيف لدرجه الحراره، يعني لو انت بتعمل درجه حراره عاليه دي او درجه حراره. لو في حواليه اي جهاز فيه ماجنت فيه مغناطيسيه يديك رايه شويه مش مظبوط. اللي هو حساس لدرجه الحراره والمغناطيسيه. ماشي؟ واللي هي الديناميك ريسبونس يعني احساسه بالتاثير الديناميكي بتبقى ايه؟ اقل. ده اللي هو الادفانتج والديسادفانتج بتاع ايه؟ الترانسدوس. طبعا قبل كده ما كانوش بياخدوا الحاجات دي، بس هو لقينا ان مهم جدا انك تعرف يعني ايه البي تي، ولان بعد كده هتاخد خبرات الخرسانه وفيها رابط ستريس ليه. هو استخدامه عندنا احنا شغل مدني ان هو بيقيس ديسبليسمنت لاي اختبار. لو انا عندي مثلا اختبار تنسايد كومبريشن بيلدنج بيقيس ديسبليسمنت. لو عندي كريم برضه كريم اللي هو السحب او الفتيل يقدر ان هو برضه ايه يقيس الاستراكشر ايلمنت، ممكن يقيس الديفورميشن جوه الخرسانه جوه الحديد. ماشي؟ فشغله الاساسي ان هو بيقيس ديسبليسمنت. هو طبعا بيفضل على الميكانيكال لان ايه؟ لان هو كمبيوترايز، انت ما بتدخلش في اي حاجه فيه. ونظرا للحساسيه العاليه بتاعته هو يعتبر اكتر. نيجي بقى لموضوع اللود والديفورميشن. يعني احنا خدنا قبل كده اشكال الحمل اللي هو ده حمل داتج انسايد فورس داتا سايد. ده تلاقيه في اي واير اي رفعه ده معرض لحمل انسايد كومبريشن. ده طبعا ايه؟ تورشن. تورشن يعني شير. طبعا خدت العين انستراكشن وانسات ده فيها صح؟ لسه يعني ما خدوش الاحمال؟ ما خدنا السبورت؟ خدت السبورت؟ طيب ده هيجيب قوانين ونبدا بشكل الاحمال اللي مش بتاعي. تراب يعني ايه؟ اكسيال فورس. اكسيال فورس يعني قوه محوريه يا اما تنشن يا اما كومبريشن. تنشن اللي هي خارجه ثلاث قطاعات، ثلاث قطاعات هاسكنز اي سيكشن. قوه خارجه من القطاع دي اسمها تنشن. قوه داخله او اسفل من داخل جوه القطاع فدي اسمها كومبريشن. دي اسمها اكسيال فورس. اكسيال فورس يعني نورمال فورس بس هنا. انما لو قوه مماسيه كده ده اسمه شير. ده اسمه شير اللي هي قوه مماسيه للقطاع. ممكن تكون قوة كده مماسية للقطاع تعمل شير. ممكن يلف حوالين المحور بتاعه ده تورشن. التورشن يعمل شير برضه شير ستريس. يعني دلوقتي الكومبريشن والتنشن كان اكسيال فورس. بعد كده هنخش بقى في الحته الثانيه اللي هو البيندنج والتورشن والفاتيج والكريم. ده عندي قوة بتتصل على قطاعك خارجه منه فدي قوة التنشن. هنا فورس. فورس في فرق بين فورس وستريس. فورس اللي هي قوه وحدتها نيوتن. الفورس دي تاثر ايه؟ تاثر على السكشن ده، على القطاع ده، على المربع ده، او على المستطيل، او على الدايره ده. وفي الاريا بتاعتها بكام؟ لو قسمت الفورس على الاريا اصبح الحمل اصبح هو هنا مش فورس اسمه ستريس. ستريس هو عباره عن لود بير جوينت اريا، لود على مساحه. فاللود تحوله الى ستريس عن طريق ان انت تقسمه على المساحه. المساحه اللي هو اثر عليها. اثر على المساحه ديت يبقى هنا ستريس يساوي الفورس على الاريا. شوف المساحه دي قد ايه؟ قسمها هذه الفورس على الاريا، الفورس بالنيوتن والاريا واحدة سنتيمتر مربع او ملي مربع او متر مربع. يبقى تقديمها نيوتن على سنتيمتر مربع او كيلو نيوتن على سنتيمتر مربع او نيوتن على المتر مربع اللي هي اسمها ايه؟ باسكال. نيوتن على المتر مربع اللي هي باسكال. نيوتن على الملي متر مربع اللي هي ميجا باسكال. طب هناخد الوحدات دي اكتر لما نيجي نخش في المثال. يبقى هنا بدل ما اتعامل مع الدي مع اللود اتعامل مع ستريس. ليه؟ انا وبدل ما اتعامل مع دلتا هتعامل مع حول الدلتا لايه؟ سترين. يبقى البي تحول ستريس، الحمل يتحول ستريس، ودلتا بتتحول الى سترين. طبعا انا المصل طول الاصلي بيكون ال، اصل عليه قوه اف،
ال دي هتبقى ال زائد دلتا ال، فحصل ان في دلتا ال زائد دلتا ال ديت اللي دي الفورس دي عمليه تنشن كومبريشن، يبقى دلتا ال دي بالناقص. خلاص لو كومبريشن يبقى دلتا ال دي بالناقص كومبريشن. المهم انا بجيب دلتا سواء كان دي او دي اقسمها على طول الاصلي بدا اسمه سبرين. سبرين هو عباره عن ديفورميشن على طول الاصلي او التغير في الطول مقارنه بالطول الاصلي العين. هنا الديفورميشن بتتقاس بنفس وحدات الطول، يعني لو دي نفس الوحدات دي ملي يبقى دي ملي، سنتي تبقى سنتي، متر تبقى متر، وبالتالي هو دايمنشن بس يعني ملوش اي وحدات. فاحنا نتعامل مع التغير في الطول، نتعامل بدل ما نتعامل مع التغير في الطول كارتر نتعامل مع سبرين، وبدل مع اللود نتغير نتعامل مع ستريس نقسم اللود على الاير. على حسب الحمل اقدر اقول ستريس شكليا. لو اكسيال فورس زي ما احنا شفنا اكسيال فورس يعني زي ايه؟ هو طلع من نص القطاع من السي جي بتاع القطاع طلع بره تنشن دخل جوه دخل على القطاع فدي بتبقى كومبريشن، فهي بنسميه اكسيال فورس. اكسيال فورس اكسيال بنسميه اكسيال او فورمال ستريس. فورمال فورس بتبقى معموله على القطاع، لو هو تنشن يبقى تنسايل ستريس، لو هو كومبريشن يبقى كومبريشن ستريس. ستريس بيساوي ال F T اللي هو تنسيل فورس على الاريا النود اللي هي الاوريجينال اريا قبل التحميل. ايه نود؟ قبل ما احط احمال، لان انا عارف ما احط احمال الطول بيقل الطول بيتغير والكروس سكشن اريا بتتغير مفهوم؟ فالحمل على الطول الاصلي بيدينا الايه؟ الاستريس. الاستريس ده النوع ده بيسموه انجينيرنج ستريس، اسمه ايه؟ انجينيرنج ستريس او بيسموه نورمال ستريس، اسمه ايه؟ نورمال ستريس. ده في حاجه ثانيه اسمها فلو ستريس هناخده بعدين. وعرفنا وحداته نيوتن على الملفات مربع نيوتن. لو انا عندي قوه شير هنا في الحاله ديت دي قوه اف مايله هنا بزاويه، ده عارف لو هي راسيه هنا دي تعمل ايه؟ نورمال ستريس صح؟ تنشن كومبريشن على حسب. طب لو هي مايله كده لا ده المايله دي ممكن تتحول تتحلل تحللها في اتجاهها افقي مش جهه دي راسي. فالكومبوننت اللي في اتجاه راسي تعمل نورمال ستريس، والكومبوننت اللي في اتجاه افقي تعمل شير ستريس. الشير ستريس برضه عباره عن ايه؟ عباره عن القوه اللي هي الشير المسببه للشير على الاريا. ده اسمه نوع من الاستريس اسمه شير ستريس. ده اسمه سيجما، ده اسمه تاو. تاو هو نفس المحتاج برضه بيوزن على المتر او بيوزن على المتر. ده نورمال وده شير. ده نورمال ستريس او تصير ستريس نورمال ده ممكن تصير على المتر. لازم عندنا القوه تكون ايه؟ محوريه نورمال. لو مايله باي زاويه ما يبقاش نورمال. ده بيتحل من ايه؟ في شير وفي نورمال. احنا هنا بنتوقع التوصيل على اساس ان العينه نورمال، العينه بص عليها نورمال فورس، بيور نورمال، يعني مفيش اي نوع من انواع الشير. بس تاخد فكره عن الشير ستريس ونورمال نورمال ستريس هتاخدوش في الترم التالي في الاستراكشر بعد ما خلاص لو هنا تاخد ستريس ونورمال ستريس. هتاخد سيجما ومكابس ومسائل عليه وتستفيد وفي ديترمنت وديترمنت والحاجات كلها. الشير ستريس برضه ده كلكم شير فورس على الاريا ده تاو. بعد كده هتاخدوا سنه ثانيه بقى سنه ثانيه السنه الترم الاولاني على طول تاخدوا الشير ستريس والتورشن والحاجات دي كلها. احنا هنا بس عايزين نوضح خواص الماده كماتيريال. بحسب الشير بحسب الستريسز والسترين عشان اطلع منها خواص الماده اللي احنا هناخدها بقى المحاضره دي يمكن او المحاضره الجايه. دي برضه الستريس بتاعت اللي هي كومبريشن تنسيل فورس سيجما ترفع الايه؟ وهي كومبريشن برضه مثلا ايه كومبريشن بوتنشال تبقى اكسيال فورس او نورمال فورس او نورمال ستريس سيجما بيساوي ترفع على ايه؟ نوت. الدورشن الدورشن اللي هو عزم ايه؟ اللي حوالين المحور ده بيولد شير ستريس، والفورس لو هي ممثله للسطح او ممثله للكونستكشن اريا فده برضه تدي شير فورس ده شير ستريس ده يعمل جزء من شير ستريس اللي هو شير فورس على الاريا شير فورس على الاريا. لو في دورشن يبقى في معادلات ثانيه هناخدها هناخد المعادله دي بس بعد ما اخلص التنسايل. ده بس اديكم فكره على ان في حاجه اسمها ستريس وحاجه اسمها سترين. والستريس دي في حاجه اسمها نورمال ستريس وفي حاجه اسمها شير ستريس. حاجه اسمها سترين برضه بتكون سترين نتيجه شير فورس او نتيجه نورمال. قال هنا انجينيرنج سترين. انجينيرنج سترين اسمه انجينيرنج برضه ليه؟ لان انا هنا بقسم الطول او تغير في الطول على الطول الاصلي. فدلتا على ال نود بيديني السترين اللي هو دايمنشنلس بس بسميه انجينيرنج سترين. ماشي؟ يبقى لازم اقيس على اسم على طول الاصل، لو قسمت على حاجه ثانيه ففي نوع ثاني من الستريس اسمه ترو ستريس برضه ده بعد ما المحاضره بعد كده.
انا لو عندي هنا عينه اللي هي الاصغر اللي انتم شايفينها دي هنا طولها ال نور والعرض بتاعها ال نور اثرت عليها قوه شد حصل لها استطاله استطاله في الطول زياده في الطول وحصل لها في العرض ايه اللي هي قلت اللي هي الاخضر دي في هنا لونجيتيودينال ديفورميشن وفي لاترال ديفورميشن دلتا دي في واحده هنا واحده هنا يعني دلتا على الدين وهنا دلتا على الدين فهنا التغير في الطول اسمها دلتا ده تغير في الاتجاه الطولي الزياده لو اللي هو شد بما ان حجم العينه ثابت هو حجم العينه بيتغير العينه بقى يعني معروف العينه حجمها ثابت ومادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم يعني موجوده فاي تغير زياده في الطول ينظر ان البروسكشن بيقل لان الفوليوم اللي هو الاريا بيقل ثابت ماشي ففي هنا لونجيتيودينال سترين وفي لاترال سترين لاترال هو انفعال بس في الاتجاه العرضي هو بالناقص ده الموجب بدل الناقص بدل الناقص اللاترال ابسلون لاترال بيساوي دلتا ال لاترال اللي هو تغير في العرض تغير في العرض على الدبليو نوت اللي هو العرض او مقياس العينه الاصلي دلتا ال على دبليو نوت دلتا ال اللي هو اللاترال يعني ده سترين لاترال بس ايه لونجيتيودينال لو العينه صارت عليها قوه كومبريشن يحصل ايه؟ يحصل في اللونجيتيودينال دلتا بالناقص واللاترال يبقى الاريا بتزيد وبالتالي فدلتا ال اللاترال هتبقى موجب مفهوم؟ فده اسمه انجينيرنج سترين نورمال انجينيرنج سترين لو عندي قوه شير كده يحصل لها سلايدنج كده فتيجي دخلنا هنا زاويه ثيتا وهنا دلتا اكس وواي فتلاقي دلتا اكس على واي ده اللي هو ايه؟ بابا ده اللي هو السترين سترين بس شير سترين التغير في السترين اللي هو نتيجه الشير انت بس عايز تاخد فكره عن ايش السترين شغلنا في المرحله اللي جايه كله اكسل او نورمال نورمال ستريس مش نورمال سترين ده تجميع للمواضيع ده اللي احنا خدناها دي احنا اتكلمنا على الشير على الستريس فاحنا اتكلمنا على الاستريس وقلنا ان الاستريس فيه حاجتين في نورمال ستريس وفي شير ستريس لو القوه عموديه سواء كانت كومبريشن او تنشن بدايه من نورمال ستريس لو القوه شير ستريس مفهوم والاستريس عباره عن فورس على اريا اي نود عشان نسميه انجينيرنج ستريس الديفورميشن دلتا لو سميتها على الاي نود يبقى ده اسمه ايه انجينيرنج ستريس انجينيرنج ايه سترين او نورمال سترين او نورمال ستريس اللي هو العادي الطبيعي. فده سيجما يساوي فورس على الهيد. خلاص؟ ديفورميشن او سترين دلتا ال بعد ال نور يديك الايه؟ سترين. في علاقه بتجمع الاثنين مع بعض اللي هو حاجه اسمها اي يامس مولرز هاخدها برضه يامس مولرز يساوي ستريس على سترين. احنا قلنا هنا بيكون في زياده في الحلم ينظم زياده في ايه؟ الاستطاله. الكلام ده اللي عمل الكلام ده واحد اسمه هوك قانون هوك. اللي هو لكل فهم عصر عليه بقوه لازم يحسبوا ايه؟ استطاله بقدر معين. في واحد اسمه يانج بقى يانج معامل يانج اللي هو بودي سكوب نسيستي عمل جه وقال انا لو قسمت الاستريس على الاسترين مرحله معينه يديني ثابت ده ثابت دي الماده الواحده اي ماده يعني الستيل تلاقي يانج سبودرز ثابته يانج سبودرز ثابته ما بتختلفش باختلاف طول العينه او قطرها. انما هنا لو عملت مع بي ودلتا هتلاقي سلوك الماده بيتغير لما اجي ارسم لود ديفورميشن هيديني ده شكل. لو انا خدت الطول ال نود والاريا اي نود يديني رسمه زي دي كده. تمام؟ طب لو خدت الطول مختلف عن ال نود يعني هنا مثلا 5 سم انا خدت مثلا بعد كده 7 سم والاريا مختلف. هتلاقي هيديني ايه؟ رسمه تانيه خالص. كبرت شويه او كبرت يديني ايه؟ رسم ثلاثه خالص. اصبح هنا ايه؟ يعني الجول ده بالرغم ان هي نفس الماده بس مجرد ان انا اغير لونها والبروسكشن بتاعها والجامد واختارها يديني رسم حاجه ثانيه خالص. يعني ازاي؟ يعني هو المفروض ان الماده لها نفس السلوك. ما تختلفش باختلاف الايه؟ النوعيه. فالراجل ده جه وقال اللي هو جامد استاذ حسام اتعاملت بدل ما اتعامل مع اللود اتعامل مع ستريس بدل ما اتعامل مع الديفورميشن اتعامل مع سترين
وهحول الكيرف ده لستريس سترين، هتلاقي في الاخر هيجي لي حاله واحد بس. سوري ده ايه بقى؟ ده ده اسمه ستريس سترين كيرف، وهيظهر نفس الشكل ده كده، بس الثلاثه دول كلهم او الكيرفات دي كلها هتظهر كيرف واحد. لان هو ايه؟ لا شبه تقسيم العينه، لما جه قسم الحمل على الاريا لا شبه تقسيم الاريا، ولما جه قسم الديفورميشن دلتا ال على الطول الاصلي لا شبه تقسيم الايه؟ الطول طول العينه. فهنا لو انا اتعاملت مع ستريس سترين يبقى انا بلغي بقى ايه موضوع الايه؟ الابعاد او ابعاد العينه سواء طول او اريا. ويعني اسمه ده برضه حط حاجه باسمه كده اللي هو معاني يم يساوي ستريس على سترين، بس عند مرحله معينه ايه؟ عند الاستي كانت الاستي زون. هقول لك ايه الاستي زون؟ يعني اي يساوي سيجما على ايبسلون مش على كل الحمل، لا مش الاستي زون اللي هي المنطقه دي، دي اللي هي فيها خط مستقيم الاستي زون. هنا مين الخط ده اللي هو بيساوي ايه؟ ستريس على ايه؟ مين الخط ده؟ تانسي تانسي ده بيساوي ستريس سترين، فده اسمه ايه؟ جنب سبوت هنا بس الزون دي بس اسمه الاستيك زون، او ده اسمه يانج مودولس، او بنسميه الاستيك مودولس، الاستيك مودولس او يانج مودولس، عباره عن ستريس على سترين في مرحله الاستيك زون عند المثلث ده بس، لما يكون في خط مستقيم اي حاجه ثانيه لا. ايه بقى؟ عامله زي البصمه الصباع بتاعتك بالظبط، كل واحد له بصمه مختلفه معينه ما تضيعش بقى بصمت النهارده زي بكره زي اي يوم. هنا برضه الاي بتبقى ثابته للماده الواحده، لان دي خاصيه من خواص الماده. هي اللي هو يانجس مودلس. ماشي؟ والاي دي بقى اللي بتخش في الديزاين في التصميم، لو بتتكلم على حديد في يانجس مودلس ما بتخش في حديد، لو بوليمر اي حاجه بتبقى معاك خواص الماده اللي بتشتغل بيها. وانت بتشتغل ديزاين لازم اعرف خواص الماده دي. ده كل ده اللي هو نورمال ستريس. سواء كان تكتشر او كومبريشن. ده سترين، ده سوري اللي هو شير، شير ستريس وشير سترين زي بالظبط النورمال ستريس والنورمال سترين بالظبط، بس هنا برضه ثابت بدل اي يعني سمولس في ثابت هنا اسم جي، جي اللي هو بيسموه مودلس او فريجيلتي او الشير مودلس، اسمه شير مودلس او مودلس او فريجيلتي. وبرضه هو بيساوي ايه؟ بيساوي سيجما، مش سيجما بقى تاو هي جي يساوي شير ستريس على بدل نفسه ده نورمال اللي هو ايه؟ جاما، يبقى جي يساوي تاو على جاما وده اسمه شير مودلس. وحداتهم الاثنين نفس وحدات الايه؟ الستريس، يعني السترين ايه؟ ملوش واحد، مفهوم؟ ادي هوك وكان بيتكلم على ديفورميشن، وكان بيقول كل لون في نظره ديفورميشن. يجي بقى يانج عمل المعادله سيجما بيساوي كابسيوم اي او اي بيساوي سيجما على كابسيوم. ماشي العينه اهي بتساوي فورس في مرحله معينه هنا كده، لما جه بعض المواد لما يجي يختبرها في الشد يجي ياخد ايه؟ ريد دوت وبعدين ديفورميشن دوت ديفورميشن دوت ديفورميشن، يظهر في الاول خط مستقيم بالشكل ده كده. ماشي يبقى معناه ان العينه دي هتلاقي لاستيك زون. يعني ايه لاستيك زون؟ يعني في اي مرحله من المراحل ديت لو الراجل شد العينه بقوه مثلا سيل بي بي واحد هنا بي هنا ماشي وراح موقف المكنه، المكنه وقفها وعمل ريليز للحمل خلاص ساب المكنه ساب العينه. هتلاقي ايه؟ العينه كانت طويله كده لما الحمل يتشال بترجع بقى ايه؟ ابعادها الاصليه. طول ما هي بتستعيد او بتسترجع ابعادها الاصليه يعني ترجع لاي نود واي نود يبقى المنطقه دي منطقه بلاستيك. بلاستيك يعني ما فيش اي ديفورميشن، يعني ما فيش اي تشوه للعينه زي ما خدتها قبل الاختبار زي ما سبتها بعد ما صار عليها في حمل معين. تلاقي الحمل ده في منطقه الايه؟ البلاستيك. حد اسمها البلاستيك ليه؟ لان هو يقدر يسترجع اي ديفورميشن حصل. طب لو ما قدرش يسترجع اي يعني في حصل فيه تشوه دائم يعني بدل ان كان ان زائد حاجه او ان ناقص حاجه يبقى هنا خلاص ده خرج عن منطقه الالاستيك ودخل في منطقه ثانيه خالص اسمها بلاستيك البلاستيك البلاستيك هي اللي
نتكلم عليها المحاضره اللي جايه. بس هنا في المنطقه دي في البلاستيك العلاقه ما بين الاستريس والسترين علاقه طرديه، علاقه طرديه علاقه خط مستقيم، ومين الخط المستقيم ده؟ السلوب اسمه مودولس اوف الاستيستي او يانجز مودولس. يانجز مودولس. طيب في حاجه ثانيه اسمها بوسونس ريشيو، اسمها ايه؟ بوسونس ريشيو او ديسك بوسونس برضه كويس. قال لك هو انت بتتعامل على طول مع الديفورميشن في الاتجاه الاكسيال؟ لا، هو في تغير في الاتجاه اللاترال، صح؟ الراجل ده عمل بوسونس ريشيو اللي هي عباره عن ايه؟ نسبه بوسونس اللي هي بيساوي السترين الانفعال في الاتجاه اللاترال العرضي على. طيب في حاجه ثانيه اسمها بوسونس ريشيو، اسمها ايه؟ بوسونس ريشيو او ديسك بوسونس برضه كويس. قال لك هو انت بتتعامل على طول مع الديفورميشن في الاتجاه الاكسيال؟ لا، هو في تغير في الاتجاه اللاترال، صح؟ الراجل ده عمل بوسونس ريشيو اللي هي عباره عن ايه؟ نسبه بوسونس اللي هي بيساوي السترين الانفعال في الاتجاه اللاترال العرضي على الانفعال في الاتجاه الطولي، يديك ايه؟ نسبه بوسونس. ودي برضه ثابته للماده الواحده زي يانجز مودلز. الانفعال العرضي على الانفعال الطولي، انفعال ابسلون اكس على ابسلون واي، دي بوسونس ريشيو برضه بيبقى دايمنشنلس وبتبقى في قيمه ثابته. هي بتتراوح من 25% الى 35% لجميع المواد. بوسونس ريشيو في اغلب الكونستراكشن ماتيريال بتتراوح ما بين ربع الى 35%. هنا القيم دي بتبقى الميتالز تقريبا 33%، سيراميك 25%، البوليمر 24%. قلنا ان هي دايمنشنلس، وعرفنا الالاستيك زون لينير الاستيك. لينير الاستيك لانها خطيه، منطقه خطيه، خط ممكن تكون لينير الاستيك. لينير الاستيك الاستيك يعني بترجع تاني لابعادها الاصليه. لينير لانها خطيه، ممكن تكون نون لينير الاستيك. يعني ايه نون لينير الاستيك؟ يعني تاني حاجه كده في الاول خالص عامل كده. ده دي نون لينير، نون لينير. بس هنا لو انا برضه عندي حمل وعملت له ريليز ورجع تاني لنفس، يعني هنا لودي لو عملت له لودي رجع تاني وخد الابعاد الاصليه ال نوت وايه نوت، يبقى دي ايه؟ نون لينير الاستيك. نون لينير ايه؟ الاستيك. خلاص؟ ده اللي هو الاستيك ده يعني ورجع. في بقى ده شيء برضه بنتكلم عن شيء جي يساوي على بهم. في حاجه اسمها البلك مودرس اللي هي كي، لما يكون عندي عينه وفي بريشر تصل لجميع الجهات بريشر، وفي التغير في الحجم، تغير في الحجم دلتا بي على في نوت، ده الستريك، ده البي بريشر. كي اللي هو البلك مودرس يساوي البي على كده اللي هو بارت مودلز اللي هو تغير الحجم على او البريشر على تغير في الحجم. البريشر طبعا وحدات وحدات ستريس، وديلتا في على دي برضه ده تغير او سترين في الاتجاه. فده نوع تاني من البودرس اسمه بارت مودرس، ما بيستخدموش بارت كتير يعني، بس معاكم دي غير. يعني في شير مودرس وفي يامس مودرس وفي بارت مودرس. وفي علاقه تجمع ما بين كلهم من العلاقه ديت جي والاي. جي والاي اللي هو الشير مودرس ويامس مودرس. تربطهم علاقه مع اليو. جي بيساوي اي على اي في 1 زائد يو. يعني علاقه تجمع يامس مودرس، الشير مودرس، واليو.
الكي بيساوي اي على 3 في 1 زائد ناقص 2 في ميو. دي برضه حاجه من البارك فاضل بس بالشيت وال يعني فاضل بس بالميو تحفظ ماشي. كل الحاجات كلها في منطقه الاستيك زون، لازم تكون في منطقه الاستيك زون. يعني ايه الاستيك تاني؟ يعني مفيش بيرمنت ديفورميشن، يعني مفيش تشكل دائم، يعني مفيش تشوه للماده بعد ما تسيب الحاجه. خلاص؟ ده مش مهم عشان ده بتاع توشن، يعني ده اللي احنا لسه بندور خصوصا ريشو، لما بنسوي الفعل العربي يعني الفعل الطولي والعلاقه بين جي والاي والاي وده كوسنس. في قيم لبعض المواد برضه عشان نحفظ، مش نحفظ حاجه، يعني نحفظ المعتاد. يعني لو اي مادة عليها حاجة بيانات هجيب لك بيانات، هجيب لك الستريس بتاعها ايه او الخواص بتاعتها. لو عندي مثلا تستير جاب سبورتس كلها الاول هحفظهم بالقيمة دي اللي هي 210 جيجا باسكال. جيجا باسكال اللي هي الجيجا، الجيجا بيساوي 10 اس 9 والميجا 10 اس 6 مظبوط. الباسكال نيوتن على المتر مربع، باسكال نيوتن على المتر مربع. ده مثال يقول لك عندي فورس 10 كيلو نيوتن اثر على سيركلر رود، يعني قطاع دائري ويز دايركتر، دايركتر بتاعه 10 ملم. عندي هنا الحمل او القوة 10 كيلو نيوتن والديامتر 10 ملم او الاسترس. احسب الاسترس، الاسترس يساوي ايه؟ القوة 10 كيلو نيوتن على ديامتر ذا روب، يعني باي سكوير 4. تقدر تجيب الاسترس عادي خالص بس مع مراعاة الوحدات. ممكن احط الوحدة زي دي كيلو نيوتن والاريا في بين الاتنين تبقى كيلو نيوتن على متر مربع او نيوتن على متر مربع او نيوتن على سنتيمتر مربع او نيوتن على متر مربع عادي. لو نيوتن على متر مربع تبقى ميجا بس، هنا عامل مع نيوتن على متر مربع، حول الثانيه هنا للمتر. طيب السؤال الثاني بيقول لك ستريس وتغير الطول، ده علاقه ما بين هنا ديفورميشن وعلاقه ما بين الاي اللي هو بيساوي سيجما على اتش يعني سمولر بيساوي ستريس على سترين. دي يعني بيساوي ستريس على سترين صح؟ الستريس عباره عن ايه؟ جي على الاي والسترين دلتا ال على ال مود تمام؟ العلاقه المتوقعه ما بينهم ال اي تساوي اي في ال نود على الاي نود في زد ال. مين اللي هي معادله دي في بعض؟ معادله الستريس والسترين والعلاقه بينهم جاكس بولس. هو نفس بيقول لك نفس الروب اللي فوق ده مركز 2 ملم لو ده طوله كان 2 متر، طوله الاصلي ال نوت 2 متر. مصنوع من الستيل اللي جاب سمولر بتاعكم 200 جيجا باسكال، جيجا باسكال 200 يعني هنا مديني ال نوت 2 متر على بالك الوحدات، وبيديني جاب سمولر ده ب 200 جيجا باسكال. جيجا باسكال يعني بتتعامل مع المتر، ده بالمتر مفيش مشكله، ده جيجا باسكال عشان اضرب في ايه؟ 10 في 9 البي كان كام؟ 10 كيلو متر صح؟ يعني 10 في 3 10 في 3. الاريا موجوده هنا دلتا ال هو اللي مش موجود صح؟ وبعدين هنشوف فتره جيب دلتا ال. دلتا ال بتطلع هنا بايه؟ بالمتر. نفس الوحدات اللي انا داخل بيها وحدات الطول. تطلع بالمتر وبعد كده احولها للي انت عايز تديها لان هي دايما دايما الانفورميشن هتلاقيها صغيره جدا، يعني هتلاقيها بالمتر بوينت او او واحد بس. واحد يجيب لي ديفورميشن مثلا بتطلع 50 متر ينفع؟ يعملها 50 سم مثلا، ديفورميشن 50 سم وطول العينه مثلا 5 سم بمثال ينفع؟ في يعني في مواهب لازم يكون في لوجيك، في حاجات يعني منطقيه. دايما الديفورميشن بتبقى حاجات بسيطه كسر من الملي.
ده مثال تاني بس على قاع مش مصمم، ده قاع مفرغ دايره جوه دايره. طيب ده هو ستيل تيوب، يعني تيوب مفرغ الدايمتر بتاعها 100 ملي، اللون 40 400 كيلومتر، والاستريس 120 ميجا نيوتن على المتر مربع. يعني معدل راس الاستريس يساوي الفرصه على الاريا. هي معدل الانشيك ده بيساوي كده بتدور على انك ازاي تجيب الاريا، سيجما يساوي فورس على الاريا. الاريا دي هي كده بتدي الاوتر دايمتر، الاوتر دايمتر دايمتر والاوتر مش بتدور. يعني الاريا دي اللي هي هتبقى فانكشن من ايه؟ من الدي. لو الاريا كبيره باي 3 على 4 باي 4 اللي هو ايه؟ اللي هي معادلة التي اقدر اجيبها بالوحدات، لازم اراعي الوحدات، لو حطيت وحدات في الملي تطلع لي تي في الملي. مراعاه تجانس الوحدات، ما بقاش اي حاجه. تعويض مباشر بتاع الاستريس بس الفرصة على الاقل. حاجة تانية ده ستيل رود، لو بروسكشن اريا معينة اثر عليه بفورس. طيب خلي دي بقى للمدينه، مش هحط بقى واحد بس مش حد خد سيكشن امبارح؟ ما حد شاف سيكشن؟ خدنا ماتيريال ها؟ خدنا سيكشن ايوه اخدهم كل مره؟ اه بس واحد بطلع بس ايوه انت ما خدتوش حاجه لسه بس لا بجد السلام عليكم. السلام عليكم. ربع ساعة. دي برضه تعويض مباشر جدا على الشير ستريس. ده عبارة عن فورس مضربة بي اللي هي 20 5 اللي هي 350 دي مش مجهول. بس يديني ستريس 350 ميجا نيوتن على المتر المربع. دي بتأثر على شيت، الشيت ده يعني شيت السكنس بتاعه 25 ملم وفي قوة بتأثر على المساحة المعينة دي. عملت بانشنج، بانشنج يعني عملت احتراق. القوة دي تعمل على السكشن ده ايه؟ يعني تخيل عندي شيت كده وبتأثر على قوة كده والقوة دي، القوة دي أثر احتراق في الجزء ده كده، الديسك ده لازم صح، القطر بتاعه معروف والتخانة بتاعت السكس ده معروف. القوة دي تعمل على القطاع ده ايه؟ تعمل عليه شير فورس. تعمل ايه؟ شير فورس. فهنا بتيجي شير ستريس. شير ستريس. ايه الفرق بين ستريس وستريس؟ الستريس عند اي لحظة. اي لحظة حمل على مساحة اسمه ستريس. ماشي؟ انما عند الكسر حمل الكسر على المساحة يسموها ستريس. ستريس اللي هي القوة. اللي هو ستريس بس ستريس اقصى ستريس. ممكن يتحمله المادة وتسميه ستريس. يبقى اي لود على الاريا اسمه ستريس. اجهاد ستريس. هي نفس الوحدات. انما اذا كان الحمل ده اقصى حمل عند قبل الكسر مباشرة بنسميها ستريس. اسمها ايه؟ ستريس. بس شيل ستريس كانت 350 ميجا نيوتن على متر مربع. ويديني الديامتر بتاع الديسك ده 20 ملم والسكنس بتاعه 25. هو بيوصل المساحة اللي بتقصر عليها هي مساحة قد ايه؟ اللي هي المساحه دي. بص اللي هو متحشر ده، لان يعني ده ديسك ده كده تقطعه وتفرده، اللي هو عباره عن محيط الدايره كده خارج كان ده كده تفرده كده تفرده كده. هي تي اللي هي 25 واللي هي اللي هي كرانتر دلوقتي باي تي صح كده؟ هو تي طيب طبعا صح؟ اللي هو باي دي. يبقى باي دي دي كانه ايه؟ كانه مستطيل. باي دي في 25 يبقى دي المساحه. الله هنا كده تاب بيساوي الحمل اللي هو الشي فورس نسميها كيو او اي حاجه او البي هنا على الاريا. الاريا هنا عباره عن باي دي في 25. الاريا الكيو اللي عايزها تساوي هنا 350. مراعاه الوحدات اقدر اجيب كل ستين. ده بتاثر على هات الراس دي.
ده بنسميه بانشنج. بانشنج بيشير ان هو القص الساقط. الساقط يعني يحكم الورق. تأثر عليه هنا كده طبعا وتأثر على مساحه معينه حيز معين. تأثر عليه كده يعمل كده. فالقوه اللي تأثر عليه ايه؟ اللي بيقاوم اللود بيساعد يقاوم اللود اللي هي المساحه الجانبيه للدايره. المساحه الجانبيه للدايره اللي هي مقشره دي. دي هجيبها من ايه؟ هي عباره عن مساحه سطحيه اسطوانه. مساحه سطحيه اسطوانه بيساوي ايه؟ بيساوي المحيط بتاع البروسيشن محيط الاسطوانه والطول بتاعها اللي هو الايه؟ قصدي في التخانه في السيكس. المحيط اللي هو الطول. طيب التخانه اللي هي 25 يبقى 25 باي دي الدايره اللي هي بتاثر عليها شيء فورس. فالبي على الاريا يديني كيرف. هنا ما عنديش مجهول الا الدي. اقدر اجيب الايه؟ مفهوم؟ مسألة تانية على الشير. مسألة دي يعني عندي ديتين. هنا عندي مسمار. مسمار ده مسمار. في هنا شيت او بار اي حاجه مسمار واخد حاجتين برضه التخانه دي ممكن يكون ده بصوره بليت. بليت مثلا ممكن يكون بليت كده وبليت تاني كده ورابطين بينهم مسمار. ده حاجه. ممكن حاجه ثانيه بليت زي حاجتنا دي والبليت التاني كده في تخانه في النص هنا كده في هنا مسمار. في هنا قوة شد B وهنا شد قوة هنا كده B هنا قوة B هنا قوة B. اللي رابط الاثنين بليت دول اللي رابط الجزء ده بتاع دي ده اللي رابطه مش نار. في هنا قوة بتوصل اسمها B لازم B هنا يصير B هنا لو سابتها هي B قوم بس اللي ماسك المادتين دول مش نار. ايه هو اللي او الاريا اللي هي فيها تحمل الاحياء تحت المسمار مش هي دي؟ اه مش هي الاستريس؟ لا هي من اللوده للوده عن طريق ايه؟ عن طريق المقطعين دول صح؟ صح ولا ايه؟ طيب القوة على القطاع ده اسمها قوة ايه؟ شير ولا شير صح؟ هي عايز تاخد قطاع عايز قطاع كده يعني والمسمار اللي هو اهو المسمار اهو عايز قطاع كده يبقى دي قوة ايه؟ ممثلية تبقى شير صح؟ بس عندي تو اريا الاريا هنا الاريا بتاع المسمار هنا والاريا بتاع المسمار هنا هي دول اللي بيقاوموا البدء اليد الفصل. النوع ده بنسميه دبل شير. بنسميه ايه؟ دبل شير. في الحاله ده اهي يعني دي عندي بار بليت وبليت وقوه نفس القوه وقوه كتير من هنا عن طريق الجزء ده بس ده اسمه سنجل شير. اسمه ايه؟ لو كان البلان اللي هو بيقاوم الحمل بيقاوم الكسر بلان واحد بس بسميه سنجل شيت. لو عندي اثنين بلان يبقى ايه؟ دبل شيت. هنا ده عباره عن بليت وبليت وفي في النص تخانه المصارعه فتلاقي دي اثنين اريا ده دبل شيت صح؟ تاو تاو بيساوي ايه؟ بيساوي الشير فورس بي على الاريا. لو سنجل شير اخد هنا الاريا ده اريا واحده بس. لو دبل شير اخد اثنين اريا اخد اثنين بي اريا. فلان ان ده دبل شير حصل هنا اثنين في الاريا بتاع المسمار، الاثنين ديت بتاع المسمار. ماشي؟ في المسألة ديت هو بيقول لي احسب ديامتر بتاع المسمار. احسب ديامتر بتاع المسمار. هو بيسميه السمولس ديامتر. السمولس ديامتر ليه؟ لأن أنت لو جبت أصغر منه سنة يتكسر. ده أقل قطر، ممكن تجيب قطر أكبر مش مشكلة. ده بالديزاين. أنا بتعامل مع السمولس ده اللي هو الاريا عادية. تاو يساوي بي على 2 اريا لو دبل شير. هنا بتدي البي 400 كيلو متر. والشير فورس سوري شير ستريس او شير سترينث 300. يعني تاو هنا 300. ميجا باسكال يعني بيتعامل مع نيوتن متر. البي 400 يبقى 400 بكام؟ 10 اسكاليات.
في الحاله دي الاريا هتطلع لي الاريا كلها هتطلع لي بالايه بالمتر مربع صح كده انا اقدر اجيب الاريا بالمتر مربع الاريا ده عباره عن ايه واي تربيع على 4 يساوي الاريا انا جبتها اقدر اجيب منها ايه الدايمتر بتاعها مش مربع ده اقل دايمتر اقل دايمتر ده معناه ان انت لو جبت دايمتر اقل من كده هيحصل كسر مفهوم عشان كده بنقول سبانس سبانس ال 14 ها 400 ده البي البي دي اللي هي البي اللي هي الكو هو الشيل تعرف 300 في 2 سوري ده بص ده هنا ده ربع 1 على 4 باي دي دي حتى دي هنا دي تربيع دي 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 تربيع 1 على 4 باي دي تربيع ماشي ومن هنا تقدر تجيب الدايمتر. النهارده خدنا يعني ازاي نسيب الانفورميشن عن طريق الستري جيج. خدنا ازاي نسيب الستري وانواع الستري جيج. اسمع كلام. اللي بيكمل. خدنا أنواع السترين جيج وعرفنا يعني إيه ستريس يعني إيه سترين عرفنا يعني إيه هوك هوك سلو ويليامز مودلس عرفنا نورمال ستريس نورمال سترين انجينيرنج ستريس انجينيرنج سترين العلاقة ما بينهم ويليامز مودلس وخدنا شير ستريس وشير سترين تمام والعلاقة ما بينهم اللي هو شير مودلس أو مودلس جي وخدنا حاجة اسمها بوسونس ريشيو والعلاقة ما بين بوسون سريشن والجي والإي وخدنا حاجة اسمها اللي هو البارك مودرس اللي هو الكي مفهوم؟ كل الحاجات دي كلها خواص للمادة الشير مودرس اليانجس مودرس وبوسون سريشن والبارك مودرس كل دي خواص للمادة ده يعتبر فتح بسيط للجزء بتاع التنسايد تيست والتنسايد تيست اللي خدناها اهو ده التنسايد تيست اللي بيبقى بالشكل ده كده عليها تتحط في المكنة ويحصل لها ريكورد للنتائج وترسم لود انفورميشن وبعد كده نحاول الاستريس فين منطقه الالاستيك زون احنا وصلنا لحد منطقه الالاستيك زون بعد كده بقى نخش في منطقه الالاستيك زون نجيب خواص ثانيه العينات او ونعرف انواع المواد وانواع الفراكشر وناخد كام سيت كبيره ماشي ده اللي هو تكمل موضوع اللود يعني اللود سليب جيج جيج ستريس جيج ستريس جيج ستريس جيج ستريس حد اسمع كلام عرب ده الاجهزه موجوده هنا لا وممكن المعيد ان شاء الله المره الجايه يجيب لكم الاجهزه ديت في السكشن يتفرجوا على السنيك جيج ممكن يسيبوا لكم مكان الدخل عندنا بس للاسف مكان الشات الاجتماع الثاني ما نقدرش ثلاثه حاجه زي كده هو يشرح برضه المدخل ده ويديكم مسائل عليها ويشرح لكم التصاير تيست بشكل بسيط كده لحد ما خدش الاستيك زون بس خلاص؟